إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد افتقدنا هذا الرجل الطيب حجر كبنونا، والذي دائما تصب أعماله في أعمال الخير بامتياز على الصعيد الإقليم. وأنا أتذكره حين زرته وحين كان قنصلا عاما يعني الجزر الخالدة اللي تابعة لنا إسبانيا، يعني كان استقبلنا واحد استقبال كبير، ويعني قدم واحد النبذة آنذاك على القضية الوطنية الأولى، وكان بمناسبة عيد العرش المجيد، وقام واحد الحفلة يعني كان وطني وغيور على بلاده، ويستحق كل التقدير والاحترام. فرحمة الله عليه، هذا يعني إنا لله وإنا إليه راجعون حقيقة. يعني السلام عليكم. اليوم تطاون تفقد أحد أعلامها وأحد ركائزها الاجتماعية، أستاذ أبو بكر بدونا، رجل المدينة، أعطاها وأعطى مجتمعها ما تستحق وأكثر، لأنه هو رجل المجتمع ورجل العمل الجمعوي، هو رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية التطوانية، هو الرجل الذي يبحث عن الناس المحتاجين ويؤازرهم ويعضدهم. أستاذ أبو بكر بنونا مزاياه كثيرة، إذا سردناها فربما يطول بنا الوقت ويطول بنا الزمن، ونحن نعدد مزاياه وعطاياه التي أعطاها وقام بها. فالجمعية الخيرية بأجسامها وبالناس المتخلى عنهم أعطاهم من جهده ومن ماله ومن وقته ومن عافيته بالدرجة الأولى، من عافية الشيء الكثير. فكل ما نقوله هو أن يحتسبه الله وعلاه في جنات النعيم، وأن يحتسب له هذه الأعمال وهذه المزايا التي تميز بها رحمة الله عليه وعوض أهله عنه خيرا. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتواجد في هذه اللحظة بالمقبرة الإسلامية سيدي المنذري بتطوان لتشييع جثمان الراحل المرحوم السفير المدير الإعلامي الأستاذ الصديق الأخ أبو بكر بنونا. بموته تفقد تطوان إحدى رجالاتها، بموت أبي بكر بنونا تفقد تطوان أحد صروحها الجمعوية الإعلامية والدبلوماسية. سيدي أبو بكر تجمعني به علاقات جميلة، الأولى كانت بجماعة مجموعة المرحوم العلامة إسماعيل الخطيب التي لا زالت إلى اليوم. سيدي أبو بكر بنونا جمعنا وإياه عمل جمعوي ناجع، ولا سيما في شقه الإحساني والخيري والاجتماعي. سيدي أبو بكر بنونا كان بيننا حكما، كان بيننا حكيما، سيترك هذا الفراغ، الله أسأل عز وجل أن يخلفنا فيه وأن يخلفنا في مصيبتنا خيرا منها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وتقبله الله سبحانه وتعالى في عباده الصالحين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك كريم.